موريتانيا تنجح في حصاد نتائج أولى تجاربها لزراعة القمح بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في خطوة ينتظر أن تسهم في خفض فاتورة الواردات في ظل دعوات حكومية للتوجه لزراعة القمح باعتباره محصولا استراتيجيا. وضمت المرحلة الأولى مزارع على مساحة 200 هكتار بزراعة 5 أصناف أساسية من القمح متماشية مع طبيعة التربة، يقول خبراء إنها يمكن أن تقرب موريتانيا من تحقيق الاكتفاء. وتتوقع الأسواق المحلية في موريتانيا انخفاضا طفيفا في أسعار القمح في المرحلة الأولى من الحصاد، لكن على المديين المتوسط والبعيد سيكون هناك تحول كبير على مستوى الاعتماد على تموين السوق المحلي من إنتاج البلاد. وتقول منظمة الأغذية والزراعة العالمية إن موريتانيا تستورد نحو 340 ألف طن من القمح سنويا، وهي كمية غير كافية لسد حاجيات البلاد. وبدأت موريتانيا زراعة محصول القمح عام 2010 في مناطق متفرقة بولايات جنوب ووسط البلاد، لكن مشاكل اعترضت الخطط السابقة من بينها الجفاف الطويل الذي ضرب المنطقة، ما دفعها للتحول نحو أساليب الري الحديثة باستخدام التقطير. ومنتصف عام 2022 أعلنت الحكومة إطلاق سنة زراعية لتحقيق اكتفاء ذاتي من الحبوب في ظل أزمة شهدتها الإمدادات العالمية آنذاك بفعل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. وتشير بيانات رسمية إلى أن البلاد تعتمد على الخارج في استيراد نحو 60% من استهلاكها من المواد الغذائية، ويذهب نحو نصف الموازنة الرسمية لتغطية نفقات الاستيراد بحسب أرقام وزارة الاقتصاد. من نواكشوط معنا المهندس خليهن ولد الشيخ محمد أحمد الخبير في مجال الزراعة والمياه. أهلا بك معي سيد خليهن، هل نتائج هذه التجربة تراها مبشرة أم لا يجب الاستعجال في التفاؤل دعني أقول بهذه النتائج؟ مرحبا، بعلم تعتبر هذه التجربة الأولى تجربة جيدة وناجحة خصوصا على مستوى المساحة الصغيرة التي تم زراعة القمح فيها وهي 200 هكتار فقط، وأعطت نتائج كبيرة 4 إلى 5 طن للهكتار الواحد. ونحن نعلم أن الحكومة الموريتانية تسعى بهذا العام إلى أن تستصلح 400 ألف هكتار، وأن يكون المنتوج الغذائي في حوالي 800 ألف طن من مجموع المحاصيل الزراعية بما فيها القمح. لذلك هذه التجربة ستدفع المتدخلين الوطنيين والشركاء في التنمية وكبار رجال الأعمال وحتى المواطنين إلى الاستثمار وزرع الأراضي بمادة القمح الأساسية التي تستورد منها موريتانيا كميات معتبرة سنويا. وموريتانيا كما نعرف لها مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، لذلك هذه التجربة سيكون لها البعد والأثر الإيجابي على محصول الوطني من مادة القمح. طيب أستاذ خليهن والمهندس خليهن، يعني الموريتانيون المزارعون كانوا يشتكون سابقا ولا تزال الشكاوى هذه مستمرة فيما يتعلق بمحاصيل التمر مثلا، لديهم مشكلة في الجفاف، لديهم مشكلة في اهتمام الدولة دعني أقول بهؤلاء المزارعين وهذا المنتوج، وكثير من المنتوج حتى أنه كان يعني لا يستفاد منه، يعني كان هناك منتوج لا يستفاد منه في نواكشوط أو في موريتانيا بشكل عام. ولكن سامحني أستكمل سؤالي، اليوم هذا المنتج المختلف نتحدث عن القمح، وهو منتج يحتاج لرعاية لربما قد تكون أكبر بكثير من رعاية النخيل، كيف يمكن التغلب على هذه التحديات في البلاد التي يرى المزارعون أنها لا تهتم بالمزارعين؟ على الرغم من أن موريتانيا بلد صحراوي، ومع ذلك فيه مناطق واسعة وكثيرة تصلح للمدخلات الزراعية وتصلح للحملات الزراعية بما فيها القمح، ونحن نعرف أن مادة القمح هذه التجربة ربما تأتي لتقول للمزارعين الموريتانيين والمستثمرين أن النجاح في زراعة مادة القمح أنه ممكن، والحكومة تهتم بالمنتجات الزراعية كلها حتى في مادة النخيل، على الرغم من
من من من من قلة الأمطار في بعض الولايات الداخلية، لكن المنتوج السنوي من التمور ومن المواد المحاصيل الزراعية كلها على عموم التراب الوطني هو منتوج جيد ويجد طريقه للأسواق الوطنية ويستهلك ويجد اهتمام، حتى اهتمام من قبل المواطنين الموريتانيين لشرائه واستهلاكه كمنتوج أفضل من المستورد. لذلك أعتقد أن مادة القمح ستكون فرصة كبيرة للوطنيين الموريتانيين، رجال أعمال، مستثمرين، حتى المزارعين العاديين الفرديين لاستغلال والاهتمام بهذا المنتوج. القمح الموريتانيين لم يتعودوا في الماضي على زراعة القمح، وإن كان في أماكن متعددة، رغم أن الجو الموريتاني جو الحرارة الكثيرة هي تناسب كثيرا القمح، لكن لم يتعود الموريتانيون عليه. فهم مثلا تعودوا على زراعة الأرز، والسنوات الأخيرة تحققت فيه كميات إنتاج معتبرة سدت حاجة كبيرة من الأمن الغذائي الوطني. طيب، هل تغير المناخ يلعب دور إيجابي في هذا الموضوع أم يلعب دور سلبي؟ يعني كان يشتكي المزارعون من الجفاف، اليوم نتحدث عن زراعة القمح الذي يعني قد يكون مختلف من ناحية البيئة أو الطريقة التي يتم الرعاية من خلالها، وأيضا لا ننسى موضوع الفيضانات التي تعاني منها البلاد أو بعض نحن نقول أن مادة القمح أو محاصيل القمح أن يشجعها ويكون مناسب لها الجو الحار الموجود في بلادنا موريتانيا. ونحن في موريتانيا على الرغم من الجفاف ونقص الأمطار والتقدم الصحراوي، إلا أن موريتانيا لا زالت تمتلك قدرات كبيرة وهائلة في مجال المساحات التي تصلح للزراعة، ولم تزرع حتى الآن، لم تستغل كلها. الكمية المستغلة أو المستصلحة حتى الآن حوالي 400,000 هكتار، وبالإمكان مضاعفتها عدة مرات. لذلك المساحات القابلة للاستصلاح والقابلة أن يزرع فيها محاصيل زراعية. ماذا عن الماكينات أو المعدات التي يحتاجها المزارعون؟ إلى أي مدى سيتم توفيرها بشكل يتناسب مع المتطلبات والاحتياجات لدى المزارعين من قبل الحكومة؟ هل من برامج يمكن الحديث عنها على الأقل، حتى برامج تمويل، برامج تعليم وغير ذلك؟ الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة الموريتانية وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني تعتمد على مكننة الزراعة، توفير المعدات، الماكينات إلى أي مدى هي متوفرة فعلاً؟ إلى نشر وتعميم الأسلاك الكهربائية، الخطوط الكهربائية، حتى يعمل المزارع بطريقة عصرية، يستخدم الماكينات لجلب المياه وكذلك للحصاد ولتقليب التربة ولزراعتها. لذلك هي فعلا متوفرة بالقدر المقبول والكافي سنويا. وأرى أن الحاجة الماسة هو الإقبال المتزايد والاستثمار من قبل رجال الأعمال ومن قبل شركاء موريتانيا في التنمية، زيادة الاستثمار في استصلاح الأراضي وزراعتها، وإلا فإن المدخلات الزراعية متوفرة والمكننة متوفرة وخطوط الكهرباء بدأت خطوط الكهرباء والمياه بدأت تنتشر في على الضفة، على الضفاف التي يتوفر فيها المياه للزراعة. لذلك أعتقد أن الجوانب الفنية متوفرة، ما علينا إلا أن نقبل كمواطنين وكمستثمرين وكشركاء في التنمية إلى زراعة مساحات كبيرة. شكرا جزيلا لك من نواكشوط المهندس خليهن ولد الشيخ محمد أحمد الخبير في مجال الزراعة والمياه. شكرا لك ولوقتك.